ولمناقشة فعاليات أسبوع القدس العالمي ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي. أستاذ محمود، مرحبا بكم. يعني انتهت اليوم فعاليات أسبوع القدس العالمي، ولكن في البداية يعني كيف تقيمون الحراك والأنشطة التي قدمت للتذكير بهذه القضية المحورية وشحذ الهمم خصوصا هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. يا رب لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين. اليوم وغدا أيضا سنشهد بعض الفعاليات أيضا الختامية لأسبوع القدس العالمي. نعم. في كثير من أو في عشرات من الدول التي فعلت أسبوع القدس لهذا العام، وإن كان الفعالية هذا العام تأثرت بالمصيبة الكبيرة التي أصابت تركيا في الجنوب التركي والشمال السوري، إلا أن الدول الأخرى فعلت هذه الفعالية بشكل طيب وجيد، ولعل هذه الفعالية يكون لها دور في إحياء قضية القدس والمسجد الأقصى عند المسلمين في كل عندما تتكرر في كل عام. ذكرتم كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ولكن هل أثرت هذه الأحداث على أعمال الدورة الثالثة لأسبوع القدس العالمي دكتور؟ طبعا أخي أثرت، نحن جزء من هذه الأمة وما يصيبها يصيبنا، وليس من العدل وليس من المنطق أن نطلب نحن الفلسطينيين من العالم كله أن يفعل قضيتنا ولا نفعل نحن قضية أو قضايا الأمة بشكل عام، بل على العكس هنالك عدد من اللجنة التنفيذية لأسبوع القدس العالمي نزلوا إلى الجنوب التركي، وبعضنا بل رئيس اللجنة التنفيذية دكتور نواف تكروري نزل أيضا إلى الشمال السوري، نعم، ومصطحبا معه حملة من المساعدات. حتى في أيام أسبوع القدس العالمي نحن في كل فعالياتنا كنا نترحم على شهداء هذا الحدث الكبير وندعو للجرحى والمرضى أيضا بالشفاء والعافية. ما يصيب الأمة يصيبنا، ونحن حين نطلب من الأمة أن تتضامن معنا وأن تتكاتف معنا في قضيتنا وقضيتهم، لأن قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين وحسب، بل نحن كذلك شهدنا أيضا ثلاث حملات لجمع التبرعات ليس من فلسطين فحسب، بل من داخل القدس أخي الكريم، ثلاث حملات لجمع التبرعات، وقد وصل وفد فلسطيني أيضا للمشاركة، عدا الشباب الفلسطيني الذين سافروا من إسطنبول ومن مدنهم، الشباب الذين يدرسون في تركيا أيضا وقفوا وقفة جميلة مع الشعب التركي، وذهب عدد كبير منهم ليساعدوا في رفع الأنقاض وفي توزيع المساعدات التي قدمت للجنوب التركي والشمال السوري. دكتور شجراوي، إذا ما بحثنا عن العلة والتفسير رغم الكارثة، كارثة الزلزال التي ضربت سوريا وتركيا، ولكن هناك تفاعل من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع أنشطة الأسبوع، من الناحية التفسيرية ماذا تفسر هذا التفاعل والاهتمام بقضية الأقصى؟ أخي الكريم، قضية الأقصى هي واحدة من أهم قضايا الأمة، إن لم تكن هي أهم قضية عند الأمة، وشعوب الشعوب العربية والشعوب الإسلامية تعتبر هذه القضية قضيتها الأولى أو قضيتها الثانية إذا كان لهذه الشعوب قضايا وطنية أو قطرية ملحة عليها. وأجمل ما سمعت أيضا من أحد الإخوة السوريين يقول الله رزقني عينين، فعين منها لسوريا وقضية سوريا، والعين الأخرى أنا أبذلها لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. التفاعل الكبير في الدول العربية والإسلامية مع هذه الفعالية، فعالية أسبوع القدس العالمي، ليس له إلا تفسير واحد، أن هذه الشعوب لديها أشواق كبيرة جدا لتصلي في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتنتظر يوم التحرير بفارغ الصبر، ولعل هذه الفعالية تنشط هذه الأشواق وتجمع شتات الأمة، لأنه لا تحرير قبل تحرير، قبل توحيد هذه الأمة ثم يكون تحرير المسجد الأقصى المبارك. هذه استراتيجية التي استخدمها صلاح الدين الأيوبي كما علمه عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي من قبل. دكتور محمود، في ظل هذا الاهتمام الشعبي بالقدس والأقصى، ليس فقط
هي قضية عربية ولكن هي قضية تخص المسلمين قاطبة. في هذه النقطة، كيف يمكن قراءة المخاطر التي تحيط بالقدس والأقصى بشكل عام؟ والله يا أخي الكريم، المخاطر التي تحيط الآن بالقدس والمسجد الأقصى كثيرة، يمكن أن نجملها في كلمة واحدة. هذه المخاطر كلها يسببها الاحتلال، سواء كانت من عملية طرد المقدسيين من القدس وإخراجهم بالجدار العازل، أو طردهم عبر سحب الهويات التي تمثل إقامة. تخيل أن المقدسي الذي هو لسابع جد أو عاشر جد مقدسي ولا يحمل جنسية، وإنما يحمل بطاقة إقامة في القدس، إذا تم سحب الهوية منه لابد أن يغادر القدس. أيضا من المصائب الكبرى التي يمنى بها المقدسيون مجزرة هدم البيوت. وأنا كتبت مقال بعنوان القدس بين زلزالين، بين زلزال تركيا وهبة المقدسيين لمساعدة الأتراك وإخواننا السوريين وإخواننا الأتراك كذلك، وأيضا بين مجزرة هدم البيوت التي تتعرض لها بيوت المقدسيين. هنالك بيت يهدم تقريبا في كل يوم إن لم يكن أكثر. الإحصائية 350 بيت في العام الماضي، يعني تقريبا بيت كل يوم أو منشأة كل يوم يتم هدمها في القدس، ومنشأة أخرى في باقي فلسطين. فالمشكلة في القدس كبيرة. قضية الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، هذه واحدة من العقوبات التي يتلقاها المقدسي، الإبعاد عن القدس. يعني مجرد الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى هذه عقوبة يمنى بها المقدسي. وقضية أخطر هي الهدم القسري للبيوت، حين يجبر المقدسي على أن يقوم بهدم بيته بيده تفاديا للغرامات الباهظة جدا التي يفرضها الاحتلال عليه إذا قامت جرافات جيش الاحتلال أو البلديات بهدمه، فيدفع تقريبا 20 أو 30 ضعف أن يقوم هو بهدم بيته الذي يسببه الاحتلال، يجعل السبب بطلب الهدم أن هذا البيت غير مرخص. كيف أرخص بيتا موجود قبل الاحتلال؟ أو كيف أرخص بيت وحكومة الاحتلال تمنع الترخيص؟ هذه مشاكل كثيرة جدا يتعرض لها المقدسيون، ولكنهم صابرون صامدون، يقارعون هذا المحتل كل يوم، وما الأحداث الأخيرة إلا أكبر شاهد على ذلك. دكتور محمود، أهالي القدس بدأوا اليوم عصيانا مدنيا في مخيم شعفاط ردا على انتهاكات الاحتلال الصهيوني، هل تؤثر هذه الفعاليات على المحتل الصهيوني دكتور محمود؟ أخي، العصيان المدني يؤثر على المحتل طبعا، ولذلك شهدنا أن الاحتلال حاول مباشرة أن يدخل ويمنع العصيان المدني ويسمح بسير السيارات وعدم إغلاق الطرق. والعصيان اليوم بدأ في ثلاث مناطق في القدس، في مخيم شعفاط وفي العيسوية وفي جبل المكبر. هذه الأماكن الثلاثة المستهدفة بشكل مباشر من الاحتلال، وفي حال أنا أقول في حال بقي العصيان المدني لمدة يومين آخرين يعني يتمدد هذا العصيان ليشمل كل القدس، ولعله ينتقل أيضا إلى الضفة الغربية، فيكون حالة وهبة مقدسية كبرى تؤثر على الاحتلال وتلقنه درسا قبل التهديدات التي يقوم بها منظمات الهيكل لاقتحامات كبرى للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك القادم. دكتور محمود، هل تناولتم أو ناقشتم، اختر ما شئت من هذا السؤال، هل تناولتم في فعاليات أسبوع القدس موضوع التطبيع لبعض الدول العربية، وكيف ترون يعني موضوع التطبيع أصلا؟ التطبيع واحدة من مصائب القضية الفلسطينية، ولعل أول من سمح بهذا التطبيع أو شرعن هذا التطبيع هي السلطة الفلسطينية التي طبعت علاقاتها مثلها مثل الأنظمة العربية الستة التي أعلنت تطبيعها. وأنا حين أتحدث عن التطبيع العربي لابد أن أوضح نقطة، أن الذي طبع مع الاحتلال هي هذه الأنظمة، سواء كان النظام المصري أولا، ثم النظام الأردني، ثم النظام السوداني والنظام المغربي، ثم النظام الإماراتي والنظام البحريني. أما شعوب هذه الدول فهي بريئة، بدليل أن شعوب هذه الدول الستة هم أيضا من أكثر المتفاعلين مع فعاليات القدس وفعاليات أسبوع القدس العالمي، بعد أن نضعهم في المرتبة الثانية
بعد إخواننا في العراق، بعد إخواننا في الجزائر ومغرب وتونس هذا العام، بعد إخواننا أيضا في ماليزيا وإندونيسيا، الدول البعيدة نسبيا عن الزلزال التركي والسوري، لأن الدول القريبة حقيقة يعني تركيا وسوريا في العام الماضي كانت من أوائل الدول التي تشارك ومن أكثر الفعاليات فيها، ولكن هذا العام نحن طبعا نعذرهم، بل نحن أنا عضو في اللجنة التنفيذية لأسبوع القدس العالمي، قمنا بإلغاء كل الفعاليات الرسمية والكبيرة والمهرجانات ومؤتمر الصحفي الذي كان مقررا ومؤتمر العلماء الذي كان مقررا ليكون في إسطنبول، وقمنا بتوجيه الجهود للفريق الموجود هنا في تركيا لنقل هذه الفعاليات إلى الدول البعيدة نسبيا، يعني أخذا بخاطر إخواننا الأتراك والسوريين، أيضا حرصا على استمرارية هذه الفعالية المرتبطة بليلة الإسراء والمعراج، ومرتبطة أيضا بالتحرير الصلاحي يوم دخل الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى المسجد الأقصى المبارك في ليلة الإسراء والمعراج اليوم 27 رجب 583 هجرية. عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لكم.